حاول التجربة ليا في إن شاء الله تكون تجربة ساعة ناجحة والحاجة أنا والإطار الفني كامل في قيادة أوتيل كازا الإطار الطبي الفني ديالي زادا خاطر نخدموا جروب نخدموا كل مع بعضنا بالتنسيق على جميع المراحل كسوسوا إدارية ولا رياضية احنا موجودين باش نعاونوا اللاعبين الشبان ولا حتى اللاعبين الخبرة بالكلمة ولا بالتدريب بالتخطيط وبالبلانيفيكاسيون ان شاء الله المجهودات نتاعنا تتوج في اخر حلقة في المونديال هذه وان شاء الله نرجعوا ونولوا كرة التونسية ورجعوا المسار ان شاء الله.